في هذا اليوم 26 جوان 2021 على الساعة 10:10 مساء من الناحية العسكرية الثانية بعد اتصال هاتفي من طرف ربان سفيرة صيد مفادها العثور على حقائب مشبوهة تطفو على سطح البحر. على إثرها تم توجيه زورقين نصف صلبين كان في دورية بالمنطقة. تم مراقبة مرافقة السفينة إلى رصيف الوحدة. بعد المعاينة تبين أن الأمر يتعلق بكمية معتبرة من المخدرات. تم إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بمباشرة التحريات في القضية طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.